اليوم الناس الكل كفت ايديها عن العمل، لك تشوف الحوانت كلها مسكره، الاسواق كلها معطله على العمل. علاش؟ قال وهميه موضوع حطوته هكاك، قال لك مازلنا نجهروا، وقتاش باش يجهر؟ قال لك يلزمنا مده طويله 20 كيلو متر كيفاش نجهروا؟ ضرينا بالاشغال بالفيرين اللي خارجه من الرقالات بالفينيسيون، شكت لي التربه. صبرنا، قلنا يا ناس يا مسؤولين، راهي البلاد قاعده تصير فيها اخلالات كبيره على مستوى الاشغال. يرقى ملف سي اخلالات كبيره، اخلالات شوهت المشهد في المدينه العتيقه. مع الاسف بالنسبه لاشغال المدينه العتيقه ما اودت اليه عكس النتائج المنتظره. القيده اليوم انه على مستوى الانجاز 90%، أنا نقول ما يسالش، نخلي 10% جيد و 90% سيء. ثماش حومة، ما ثماش 10 أمتار فيها أشغال منتهية، رغم أنه يقولوا أنه الأشغال أثبت انتهائها 90%. يعني كي نلقى الأحفر اللي رجال أغطيتهم خايبة، أغطية صب المطر الناس رجع عليها الماء، رجعوا حلوا في 7 لفتات اللوناس يحط لحليقهم ويرجع يردم بالحجر والتراب وما يحطش الرمل على مستوى حتى الواجهات. ثم ارتيكل اللي هو الدهن جاء يعمل لك كوش ويقول لك ايجا قبلي، ما هذا؟